ينضم إلينا عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات الدكتور عماد جميل. مرحبا بحضرتك دكتور. بداية نود أن نسمع تعليقكم على ما ورد من ملاحظات من خلال المؤتمر الذي أدلى به الناطق باسم تحالف الفتح السيد الأسدي. الرجل يتحدث عن أكثر من 3800 محطة، ويقول الأصوات التي تحتويها قرابة 123 ألف صوت أو أكثر، ويسأل أين تبخرت. ما هي ملاحظاتكم على ما قال؟ هل هي دقيقة؟ هل هي مبالغ بها؟ مساء الخير عليك وعلى مشاهديك. في الحقيقة هذا المؤتمر نعتبره هو رسالة اطمئنان ورسالة من ضمن القانون، وإن هذا هو العمل الصحيح، أن تكون القضية هي قضية قانونية ونسلك جميعنا الطرق القانونية للحصول على الحقوق، وبذلك من حق الجميع أن يعترض على النتائج أو يطعن بالنتائج، وهذه من ضمن السياقات القانونية. ولذلك المفوضية دائما هي شفافة بإعلاناتها وعملها. أعلننا عندما أعلننا نتائج قلنا أن هذه النتائج أولية لجميع المرشحين، ولكننا لم نعلن الفائزين ولم نعلن من لهم الحق في إشغال مناصب مقاعد البرلمان لحد الآن. أما ما يشاع من أن الكتل حصلت على الأرقام المعلنة، هذه المفوضية غير مسؤولة عنها بالحقيقة. طبعا احنا ملزمين بالقانون، وفي الحقيقة أن قانون الانتخابات وفر ضغط كبير على المفوضية وإجراءاتها، وإلا بالله عليك أنه 55 ألف محطة بالتصويت العام، وأيضا 2584 بالتصويت الخاص، يعني أنه تعلن نتائجها خلال 24 ساعة. هو هذا اللي التزام بالقانون، التزمنا بالقانون وأعلننا هذه النتائج. يعني طبقا لهذه الأعداد من المحطات تقول أنه لابد أن يحصل أحيانا إرباك لا بأس به. أكثر من 3600 محطة ستفرز يوم غد الدكتور. نعم دكتور. هذه المحطات التي تفرز في أي مناطق تقع، وكم الأعداد التي تحتويها؟ نعم، كم الأعداد التي تحتويها؟ وفي المؤتمر أعلن السيد رئيس المجلس أن هنالك محطات وذكر عددها، وليس هو من مصادر المفوضة، إنما ذكر العدد بأن هنالك 3800 محطة سيتم معالجتها لأسباب أن هنالك خلل بالإرسال وخلل ببعض الأجهزة، وهذا حاصل. وأيضا تم جلب جميع هذه المحطات من جميع المحطات والمحافظات والدوائر الانتخابية في قاعة كبيرة بنصب الجندي المجهول في المنطقة الخضراء، وسيتم إشراف أممي ومحلي عليها، وتواجد كل من قدم الطعن بالنسبة لمراقبيهم ومتابعة العملية خطوة بخطوة، والمفوضية ملتزمة بإجراءاتها وشفافيتها ومهنيتها. طيب. وبذلك أعلن المؤتمر بأن هذه النتائج ليس نهائية، ولربما نتائج هذه المحطات ستغير الكثير من النتائج، لأن الفروقات اللي تم إعلانها قليلة بين الفائز الأخير والخاسر الأول، وبذلك هنالك أرقام لربما صوت أو صوتين أدى إلى الفوز، فما بالك إذا أضيفك هذه الأرقام من آلاف الأصوات إلى الأصوات اللي موجودة صحيحة، ستقلب الموازنة وستتغير الكثير من الأرقام. لذلك بالنظر إلى الأرقام التي سوف تتغير دكتور، اطمئنان في الحقيقة. نعم إذا كنت تسمعني دكتور، بالنظر لهذه الأرقام التي ستتغير، هنا نسأل غدا الفرز هل سوف يعني يبرز وسوف يحدث، سوف نشاهد خاسرين سيفوزون وفائزين سوف يخسرون؟ هذا السؤال متداول. نعم 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 نعم، ممكن ذلك. راح نلاحظ ممكن، وممكن أن الكتل اللي حصلت على مثلا 50 أو 20 مقعد أنه تنزل هذه الأرقام، وممكن أنه تزيد الأرقام، غير ثابتة في الحقيقة. لذلك المفوضية عندما تعلن النتائج النهائية بالأسماء، بعد ذلك ممكن أن نسائل المفوضية عن الأسباب أو الإشكالات اللي حصلت الآن. المفروض الأسماء بالنسبة الآن أولية، وهذه يزيد من الشفافية حتى الكل يعرف النتائج، وإحنا أعلننا النتائج في المحطات في الحقيقة. إلا ربما أنه الشرائط اللي أعلناها داخل المحطة لم يكن ممثلين للي حصلوا أعلى الأصوات داخل هذه المحطات. تعرف هاي 55 ألف محطة، لذلك صعب أنه الكيان يكون عنده 55 ألف مراقب أو 8283 مراقب على مستوى مراكز الاقتراع. وبذلك
هذه الأمور تعمل بها المفوضية وبإجراءاتها، ومثل ما جرت العملية بشفافة عالية والكل شاركنا بهذا العمل، سواء الإعلان، القوات الأمنية، الوكلاء، الكيانات السياسية. المفوضية هنالك رضا عن إجراءاتها، وستستمر بهذا الرضا وتطبيق إجراءاتها وضمان كل أصوات الجميع إن شاء الله. الأصوات التي تقدر يعني سوف تعلنون عليها يوم غد، كم تقدرونها طبعا في هذه المحطات التي تحدث جنابكم عنها؟ تعرف الأرقام متفاوتة من محطة إلى محطة، من دائرة لدائرة، من محافظة إلى محافظة، لكن أنا واثق أن هذه الأرقام ستغير كثير من النتائج. نعم، كنت معنا عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات الدكتور عماد جليل، شكرا لانضمامك معنا.